لك عين رح تابع بتعليقاتكم كمان على موضوعنا على الفيسبوك المتعلق بقيادة المرأة. ودادو هالمرأة دادو دانيال عم بتقول انه مزبوط بيقولوا بهالدنيا كل شيء النسوان، شو ما بيصير هدول النسوان حتى بالسواقة وهن ما عارفين لو ما النسوان. مزبوط هيك صار. شف شادي مين بده ياكل اكلاتك لو ما النسوان؟ مين اللي جابك؟ مني انا بلا النسوان هيك قصدك؟ لو ما النسوان ما بيصيروا بمراكزهم الرجال، ووراء كل رجل عظيم امراه. برافو عليك يا دادو. ومروه عم بتقول للاسف انه في رجال بينتقدوا المراه على سواقتها، بس ما هي المشكله، بس المشكله انه في منهم بينتقدوا والاضرب من ما في اضرب من سواقتهم. هيك عم بتقول. انا دائما عم بقول مع مع احترامنا لكل القياده، وبالنهايه لكل الاشخاص اللي بيسوقوا، اكيد مثل ما دائما بنقول اللي هي فن وثقافه واخلاق القياده، هذا اهم شيء ان كانوا رجال وان كانوا سيدات. اكيد دائما بنقول لكم انتبهوا على حالكم، هذا هو الشيء الاساسي اللي نحن عم نطرحه، وهذا الشيء اللي عم نسعى له من خلال تطبيق قانون السير، وايضا الحمله اللي عم نقوم فيها بعالم الصباح اللي هي الهاشتاج وإلك أندرسكور عين مع question mark لحتى تقدروا تشاركونا على رقم الواتساب الخاص بعالم الصباح. وكل اللي حابين يصوروا هالحملة صفوا على جنب، ما تصوروا أنتوا واقفين على الطريق، يعني أنتوا عم بتسوقوا. وأيضا لما بتبعتوا واتساب كمان اعملوا واتساب قد ما بدكم وسهلوا حياتكم، بس مش أنتوا عم بتسوقوا، لأنه بنعرف قديش الضرر كتير كبير بالواتساب. اليوم رح تحكي تفاصيل أكثر عن الواتساب وعن الجروب على الواتساب كمان كاتيا بوقتها. صباح الخير كاتيا. صباح الخير غيدا. بقول لك اكيد بونجور لك وللشيف وللاكيب. وبالبدايه انا حابه اشكر لما لواند على اللوك الجديد يلي عم بتشوفوني فيه. نعيما ميرسي اللي بقلي كثير ثانك يو. بس ما رح اخبركم كيف طولوا شعراتي بهالسرعه، لانه هيدا سر لما لواند رح اترككم للما. واليوم مثل ما قلت غيدا رح احكي عن الواتساب. نحن حكينا بحلقتين عن هالموضوع لتشوفوا قد ايه في اشياء ما بنعرفها بالواتساب وما بنستعملها، في تفاصيل اوقات ممكن كثير تسهل علينا الامور ما بنستعملها. رح نتعرف عليها اكثر اليوم خاصه من خلال الجروب والبرودكاست مسج، شو الفرق بيناتهم. رح نرجع نعيد كمان كيف بنعمل كونكت للواتساب على اللابتوب على الكمبيوتر اذا حابين نتواصل من خلال اللابتوب. رح نرجع نعيدها لانه المره الماضيه مرقت كثير بسرعه وكان في طلب انه نرجع نعيد كيف نعملها. رح بلش اذا مع الجروب. رح فوت على الواتساب مثل ما شايفين في عندي عده كثير اشخاص انا حكي معهم قبل. رح اخلق اليوم جروب مع غيدا والشيف ورح اتواصل معهم. تاخلق الجروب بدي اروح على سيتينجز، ومثل ما شايفين هون مكتوب نيو جروب. عملية كتير هينة ما إلي إلا أنه أكبس عليها وكون محضرة شو اسم الجروب يلي عم بخلقه. رح سميه اليوم بوقتها. في زد له أكيد بروفايل صورة للجروب في ما حطها اليوم، ورح حط نيكست. هلأ بدي حط أسماء الأشخاص يلي بدي ضمهم لهيدا الجروب. رح حط غيدا والشيف شادي. فإذا نحن صرنا هلا ثلاث أشخاص بقلب الجروب، رح نتواصل مع بعضنا ورح أقول له كرييت. إذا أنا بكون خلقت الجروب جروب بوقتها. أكيد بقلب الجروب إذا أنا بعت مسج هاي رح يوصل بنفس الوقت لغيدا وللشيف، واثنيناتهم إذا جاوبوا كلنا رح بنشوف الكونفرسيشن. هذا الشيء كثير عملي أكيد نحن بقلب العائلة، إذا حبيتوا في ناس مسافرين، في ناس قراب، ناس بغير منطقة، حابين تضلوا تتواصلوا او تحطوا الصور تشاركوا بالصور بين بعض فيكم على الجروب. ثانك يو غيدا بعثت لي هاي كاتيا مع سمايلي فيس. شيف كمان ممكن تبعث لنا شيء هاي من عندك. سالو مرحبا صحن. فاذا الجروب كثير بيساعد على التواصل ضمن جماعه.
هلا احيانا بيوصلنا كثير مساجات من قلب الجروب وبننطوش، يعني بنفتح الواتساب بيطلع عنا ب 60 100 مسج وبيصيروا يطنطوا. هيدا اللي الناس ما بيعرفوا يعملوا ميوت للجروب. ثانك يو غيدا، هيدي كثير علميهم اياها، كثير اساسيه الميوت. علميهم اياها اكيد بالسيتنجز دائما في عنا الاوبشن هي ميوت. في اختار عندي ثلاثه اوبشنز، في حطوا ميوت لثمان ساعات اسبوع او سنه. سنه دغري انا كلهم بحطهم سنه، كلهم سنه. ايه خلص، لكن على سنه انا ما راح يوصل لي صوت او نوتيفيكيشن من الجروب وبقول له اوكي ثانك يو شيف. شفتي؟ ثانك يو شيف، قلت لك بعت لك طبخه. لكن غيدا وانا والشيف عم نشوف الكونفرسيشن كلنا سوا. الفرق بين الجروب والبرودكاست مسج، رح اخلق هلا برودكاست مسج وكمان رح ابعت لغيدا وللشيف وشوفوا الفرق. أوكي. من السيتنجز في عندي شيء اسمه نيو برودكاست، كمان بدي اختار الاشخاص اللي بدي ابعث لهم. رح اختار غيدا واختار الشيف، رح اقول له كرييت، كمان رح ابعت هاي. الفرق انه هلا سوري بقلب هالبرودكاست مسج، اذا غيدا جاوبتني رح بتكون عم بتجاوبني لإلي، واذا الشيف جاوبني رح بيكون عم بتجاوبني بس لإلي. يعني غيدا اذا بعت الشيف مسج ما رح يوصل لها مسج الشيف. يعني انا عم ببعت لكثير اشخاص بنفس الوقت بس ما خلقت جروب، ما عم نتواصل مع بعضنا، كاني عم ببعت لكل شخص لحاله. ويلي بيجاوبني بيجاوبني بس لإلي. سو هيدا هو الفرق، في اخلق برودكاست مسج وابعته لكثير ناس اذا ما بدي اخلق جروب. عندي شيء خبر حلو، عندي امنيه حلوه ببعتها برودكاست، كل شخص بيوصل له كانه واصل مني انا شخصيا مش بقلب جروب وبيجاوبني لإلي شخصيا. اذا كثير هين البرودكاست مسج، بتحب تجاوبينا غيدا؟ يلا ها، بعثت لك انا على الجروب. على الجروب، هلا انا بعثت لك هاي، من وين وصل لك؟ وصلني هلا من البرودكاست. من البرودكاست، بتجاوبيني؟ يلا حابعت لك. اوكي صار اوه شايف كثير عم بتشاهينا، ما فينا هيك نحن. غيدا اذا حدا اونلاين مع امي على فيسبوك على او على واتساب يقول لها انه نسيتني على المغسله. هيدي هلا عم نقول لهم للي عم مشغولين كثير بالواتساب وبالفيسبوك. من الاجواء. اوكي اذا هيدا هو البرودكاست مسج. اذا غيدا هلا فيك تجاوبيني. رجعتي بعثتي لي هاي، مثل ما شايفين مبين إشارة البرودكاست هي عم بتجاوب عليها، بعثت لي الهاي، جاوبتني بس لإلي، ما رح توصل للشيف. أنا عم ضارب على الشيف شادي هلا. الشيف كمان عم تبعتي لي صور طيبة. إيه عم ببعث لك أكل، بس عم ببعث لك هامبرجر. يامي. أوكي، يلي رح نعمله هلا هو إنه رح نعمل كونكت للفون على اللابتوب، يعني أنا هلا رح أتواصل معكم واتساب ولكن من خلال اللابتوب. يلي رح بيصيروا هلا رح تبلشوا تشوفوه انه انا رح افتح النافيجيتور البراوزر نافيجاتور وفوت على URL web.whatsapp.com. اذا شايفين فوق web.whatsapp.com رح يبين عندي هون، رح اعمل ريلود، رح يبين عندي QR كود. بنفس الوقت انا على الفون على الواتساب عندي رح فوت على السيتنجز، في شيء اسمه واتساب ويب. اذا بالسيتنجز بالواتساب واتساب ويب على الفون رح اكبس عليها ورح يبلش يعمل سكان. رح حط الفون تبعولي على الكيو ار كود يلي مبين قدامي على اللابتوب. اوكي اخذها شوفوا على اوكي. فاذا هلا صرت قادره اعمل كونكشن احكي مع غيدا. عم يوصلوا لي الصور عبر اللابتوب من الكمبيوتر هلا. اوكي عبر اللابتوب رح ارجع احكي مع غيدا. هلو عبر الكمبيوتر. هلا استغنيتي عن التليفون؟ هلا استغنيت عن التليفون، بطلت بحاجه لإله. اوكي ورح ابعت من هون هلو هاي اتواصل معك شخصيا او من خلال الجروب. حتى مبين مثل ما شايفين تايبينج، غيدا عم تعمل تايبينج. ايه عم بعمل تايبينج وعم تبعت لي وعم بيعمل لودينج للصور. اكيد الكونفرسيشن كمان كلها رح بتبين عندي، يعني كل الهيستوري كمان ببين. اوكي هيدي الصوره وصلت هلا. ثانك يو كثير طيبه، كله تمام. كله تمام مع هيدي الصوره، كله تمام الدور. اوكي هيدا اذا يلي كنا حابين نقوله على الواتساب. اليوم رح نشوف ابلكيشن جديده لانه نحن وعدناكم دائما نفرجيكم
ابلكيشنز مفيدين. الابلكيشن يلي رح احكي عنها اليوم هي بيروت ايربورت. كيف بتفيدنا هيدا الابلكيشن؟ كثير مهمه هي الابلكيشن تبع مطار رفيق الحريري الدولي، لانه عن جد فيها كل شيء، ديبارتشرز والارايفلز او الوصول والمغادره. اوكي كثير مفيده. اوكي فعلا مفيده اذا انا كنت مسافره او ناطره حدا بدي استقبله على المطار، ما بدي اتصل على المطار لشوف اذا في تاخير بالطياره، بدي اروح جيبه، بدي اعرف الوقت اذا في تاخير، واصله مش واصله. بقدر من خلال هالابلكيشن اعرف مثل ما شايفين الارايفلز والديبارتشرز. سو هلا هيدا هلا في عنا طياره وصلت من دبي ومن أدنى ومن عمان، هول الطيارات وصلوا على الساعه 11. مثل ما شايفين الطيارات يلي كمان مسافرين بحطوا لنا اي الجيت، الجيت بعدها كلوز بس تفتح بتبين اي جيت، اكيد رقم الفلايت واي ساعه رح بتسافر. هلا اذا انا بهمني امر طياره معينه، يعني ناطره شخص على وقت معين او انا رايحه على طياره معينه، في اعمل فولو لهيدي الطياره. يعني مثلا رح فوت على الطياره اللي جاي من الدوحه، رح يعطيني تفاصيل عنها وفي يقول له ستارت ريسيفينج ابديتس، يعني في حال صار تاخير، في حال صار تغيير، في حال صار اي طارئ، يمكن صار في عاصفه، ما طلعت الطياره، في حيلا طارئ عم بيصير، في يقول له هون اون ستارت ريسيفينج ابديتس، بيصير في عندي كل المعلومات عن هيدي الطياره، بنعرف تفاصيل عنها لا هيدي الطياره. اذا فينا اعمل فولو اب للطياره اللي بدي اياها سواء كانت مغادره او جايه، بيوصل لي نوتيفيكيشن عنها بكل التفاصيل. اذا هيدي اليوم الابلكيشن اللي حبيت احكي عنها كثير مهضومه. في وحده ثانيه كمان كنت حبي اخبركم عنها يلي هي البيك فريمز، كمان مفيده. وهيدي البيك فريمز فيكم تستعملوها حتى تبعثوا لنا صور يلي لها علاقه بالهاشتاج والك عين، لانه نحن صرنا هالفتره مثل ما بتعرفوا عم نحكي عن هالموضوع. رح اقول له ستارت ورح نشوف انا وياكم كيف قادره اخلق صوره مؤلفه من عده صور. رح ارجع عيد، اذا الابلكيشن اسمها بيك فريمز، في يقول له ستارت، في مثلا اذا انا بدي احط صورتين حد بعضهم، وفي اختار، اذا بكبس عليها بنقي من الالبوم الصوره يلي بدي اياها. رح اختار هيدي الصورة، اذا العلاقة بي وإلك عين دان. اكيد انا بقدر كبرها برمى غير فيها، بس اكبس هون رح يفتح لي الالبوم كمان مرة. رح اختار صورة تانية كمان لها علاقة بالموضوع ورح اقول له دان، كمان رح كبرها. اوكي مغير شوي، وفي غير الباك جراوند كمان اذا حبيت من خلال الباترن، في اختار شكل بدي اياه مثل ما شايفين، في البوردر زيد او نقص، رح ارجع عيدها ليبين الفرق. اذا في يكون البوردر اسمك او ارفع، ومن بعد ما اخلص حط الصور ركبهم، في اعمل شير. في عندي عده احتمالات، يا بعمل شير على الفيسبوك، يا في اعملها سيف عندي وارجع ابعتها واتساب فور اكزامبل، في اعملها شير بغير اوبشنز، في عندي كثير اوبشنز، فيسبوك كمان، جيميل، هانج اوتس، انستغرام وغيرهم، او في طلعها دايركتلي على الانستغرام. يلي رح اعمله هلا هو رح طلعها على الانستغرام ورح ارجع استعمل اليوم الهاشتاج تبع وإلك عين. مثل ما شايفين انا استعملت اليوم صورتين، اكيد في غير التام وقول له نيكست، طلعت مباشرة على الواتساب. وبنرجع بنستعمل كمان اليوم الهاشتاج وإلك عين يلي عم نحكي عنه بكل الفقرات، وإلك أندرسكور عين. أوكي أندرسكور مع علامة السؤال. أوكي وإلك عين مع الكويستشن مارك ورح أقول له دن. أكيد كان في أعمل تاج لعالم الصباح آت عالم الصباح كمان بتبين. فاذا كثير مهضومه هيدي الابلكيشن لانه بتخليني اركب عدد قد ما بدي عدد صور. رح ارجع افرجيكم اياها لانه ما فتنا على كل الاوبشنز. انا يلي نقيته هو صورتين بس، بقدر اختار اني احط اربع صور واكثر، يعني في عندنا كثير اوبشنز مثل ما شايفين، في احط ثمان صور وفي حتى اختار شيب، يعني انا اذا حبيت ابعت صورتي مع الشخص اللي بحبه بقلب في اعمل هيدا الشيء، رح اعملها وفرجيكم اياها. رح ابعت صورة الشيف
حط صورة الشيف بالقلب. شو رأيكم بهيدي الصورة؟ اوكي. لمين عم بتسألي؟ لمين عم بتقولي؟ اوكي. وبنعملها شير مثل ما عملنا قبل شوي. ثانك يو. هيدا يلي حبينا نحكي عنه اليوم. غيدة بنرجع لعندك. شكرا كثير كاتيا، بنرجع بنشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله بعالم الصباح. رح نتابع بعد لحظات مع الشخص اللي انحط داخل القلب، بقلب القلب، الشيف شادي اكيد رح يحضر لنا ويختم مع كل اطباقه بالمحطه المفصله مع الشيف شادي بعد لحظات، خليكم معنا.